والدي الله يرحمه ويغفر له كان من أكبر خبراء التأمين في البلد. يعني إنسان ما أعرف كيف أوصفه. والدي رجل عظيم بمعنى الكلمة، رجل من زمن آخر. صراحة الحمد لله رب العالمين إنه والدي، إنه كان والدي هذا الإنسان، وما زال يعني الحمد لله رب العالمين. إنسان مختلف بكل المقاييس، واحد زي ما قلت لك من أكبر خبراء التأمين في البلد، وظل في هذا المجال إلى أن توفي. يعني ما ترك شغله أبدا والدي إلى كان أن توفي. الله يرحمه توفي إيش عام في يعني 2015 أو بال2015 في شهر أغسطس، يعني في مثل هذا الشهر، يعني له 9 سنوات الحين. ولا أحس إني أنا تحركت دقيقة واحدة من يوم وفاته يعني لحد اليوم. والدي كان إنسان عظيم. هو كان يعني دائما أنا أوصف لما أجي أتكلم عن بابا تخوني الكلمات، ما أقدر أحكي كثير عن بابا، بس دائما أنا أوصف بابا بالحجاب. كان بابا زي الحجاب الساتر بيني وبين، مو بس أنا، حتى على مستوى أخواتي، بيني وبين أي شيء مو حلو في هذه الحياة. لما توفى الله يرحمه ويغفر له، حسيت إنه سقط هذا الحجاب الساتر وظهرت أشياء كثيرة في هذه الحياة. فأحس إنه بعد وفاة والدي، يعني ما أدري كيف أوصفها، بس انكسرت، يعني انكسرت كثير. والدي كان هو اللي مقويني، كان فالحمد لله داعم لك في مسيرتك كل سواء شيء، العملية أو حتى في حياتك في كل شيء، الزوجية مع أسرتك. في كل شيء. بابا كان هو يعني مو سندي، مو أقولها كذا كلام شعر أو كلام هذا، لا، بابا كان سندي الحقيقي، وأنا بعد انكسرت. إيش اللي حصل يعني بعد وفاة الوالد الله يرحمه؟ إيش اللي لا، أشياء كثيرة والله، يعني أشياء كثيرة حصلت. بس زي ما قلت لك، ابتدأت يعني تحس إنك كأنك بتشوف العالم لأول مرة لما يختفي هذا الإنسان من حياتك. تشعر إنك بتشوف إن العالم وبتكتشفه مرة ثانية. أنا حسيت نفسي إني قاعدة أكتشف كل شيء وأتعلم أبجديات الحياة بعد بابا الله يرحمه. يعني قبل بابا شيء وبعد بابا شيء ثاني. أنا ما حسيت أصلاً إني كبرت إلا بعد ما توفى والدي. ما شعرت أبداً بهذا الشعور هو موجود. الله يرحمه. يعني كان مضلل علينا تعيش، وحمانا كثير وحبنا كثير. يعني من ضمن القصص اللي ما أقدر أنساها، بعد وفاة الوالد الله يرحمه ب3 أيام بعد ما انتهينا من العزاء، رحنا نفتش في الأشياء اللي تاركها. فطلعنا المحفظة اللي كان دائما يحملها في جيبته أو في مخباته، وتفاجأت إني وجدت فيها، وهذا شيء ما أقدر أنساه، يعني وجدت فيها ورقة من أوراق برنامج أعمالها. أنا كنت أقدم برنامج اسمه برنامج أعمالها في الإخبارية، يعني ممكن نحكي عنه بعدين. بس كنت كاتبة كذا المقدمة بيدي، وتعرف كيف لما الواحد يكون بيكتب بسرعة أحيانا تشخبط وتشطب من هنا وتزيد من هنا وتنقص من هنا، فهي ورقة عادية جدا جدا. والظاهر أني أنا بعد ما خلصت البرنامج ورجعت للبيت، أنا دائما أسأل بابا عن إيش رأيه في اللي شافه، وهو ما يستناني حتى أسأل، كان يعطيني رأيه حتى قبل ما أسأل. فالظاهر أني رميتها على الطاولة أو شيء وخلاص مشيت، يعني رحت بيتي. بابا أخذ الورقة هذه وطبقها وحطها في محفظته. أنا شفت الورقة هذه في 2015، بس البرنامج هذا كان يمكن في 2006. فأنت تخيل، لك أن تتخيل يعني كم الفترة الزمنية اللي جلست هذه الورقة معه. وكان حاططها مع صور لنا واحنا صغار واشياء. يعني الاشياء اللي زي كذا، ما ادري كيف اقدر اوصف شخص زي بابا. اثرت فيك جدا انه احتفاظه بهذه الورقه جدا، وصار لها قيمه. انا الورقه هذه لحد اليوم محتفظه فيها عندي، وبحاول اني ما اخليها تتلف، فغلفتها ببلاستيك وكذا. صار لها قيمه لانه بابا اعطاها قيمه، مو لاني انا ابدا.
كنت وقتها في كندا ورجعتي إيه كنت في كندا وقتها. شكرا. تسلم. كنت وقتها في كندا والحمد لله ربنا ما حرمني شوفته، لأن البابا مرض يعني فترة 3 شهور وربنا ما طولها عليه شدة، الحمد لله رب العالمين، وأنا قدرت أشوفه، ربنا ما حرمني من هذه النعمة. شفت بابا وكنت جنبه لما توفى. إيش أكثر موقف كان يؤثر فيك مع والدك الله يرحمه؟ أنا أعرف أنه في قصص كثيرة لك مع والدك، بس مواقف اللي لا زالت حاضرة في ذاكرتك وما تقدرين تنسينها إلى الآن. شوف يعني بابا كان له كلمة مشهورة يقولها دائما لما أروح عنده ويكون ضايق صدري أو أبغى أحكي له على شيء أو في شيء مضايقني مزعجني، فكان دائما يقول لي بابا كلمة صوته لسه في أذني أقدر أسمعه، أنا آسفة يعني، بس كان يقول لي يا أبوي عزي نفسك تلقيها. هذه الكلمة يعني أخذتها أنا شعار في حياتي، بعد ما يمكن لما كنت أسمعها منه وهو حي ما كنت كثير يعني مو ما أهتم، بس ما كنت باخذتها بهذا يعني بهذا العمق، وبهذا بعد وفاة البابا صارت بالنسبة لي يعني درس من دروس الحياة، قاعدة من قواعد الحياة، ما أقدر أمشي وأنسى هذه القاعدة إلا وأنا مطبقتها في حياتي وعلمتها بعد لبناتي. فهذه من الأشياء اللي ما أنساها البابا، عز نفسك تلقاها. طيب. وهذه يعني أنا أقولها لكل اللي بيشاهدوني، فعلا هذه إذا طبقوا هذه القاعدة أشياء كثيرة في حياتهم راح تتغير وراح تتحسن أكيد.